أحاديث الأخوة، المقولات التاريخية عن الوحدة، أو حتى التصاق تعبير وادي النيل بالعلاقة ما بين البلدين في أذهاننا وفقا لكثيرين أصبح في خطر. العلاقة ما بين مصر والسودان رغم أن كل ما سبق قد يبدو صحيحا إلى أنها تشهد توترا غير مسبوق وأجواء مشحونة لأسباب عدة. السودان يتهم مصر بتأييد تمديد العقوبات المفروضة عليه منذ 2005 وإن تنفي الأخيرة. يتهم مصر كذلك بتمويل المعارضة السودانية بالتصلب والاستعلاء في ملفات عدة على رأسها التعامل مع قضية تبعية مثلث حلايب وشلاتين. مصر بالمقابل تتهم هي الأخرى، تتهم السودان باحتضان واستضافة عناصر هاربة من جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها إرهابية. تتخوف كثيرا من تقارب سوداني إثيوبي وتثق أنه سيأتي على حسابها، ومن تقارب مماثل بين السودان وتركيا وقطر، والأخيرتان على علاقة شديدة التوتر بمصر. المعضلة أن التوتر الرسمي صاحبه توتر مضاعف إعلامي وحتى شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما السبب وراء توتر العلاقات بين مصر والسودان؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. إذا كنتم متواجدين إذن في السودان أو في مصر تستطيعون الإدلاء برأيكم، أو حتى من دول أخرى تستطيعون الإدلاء بالرأي أو طرح الأسئلة عبر وسائل إلكترونية عدة يتابعها اليوم زميلي أحمد عبد الرازق. أحمد، أهلا بك. أهلا بك محمد. في الحقيقة محمد، حوارنا اليوم يحقق أرقاما قياسية فيما يتعلق بنسب المشاركة، والواضح أن جمهورنا السوداني كما عودنا يشارك اليوم بكثافة في هذا الحوار. لدينا أيضا مشاركون كثر من مصر، وهو ما يدلل على أن القضية مثارة على طرفي يعني في كلا البلدين في أوساط الرأي العام. عموما معظم المشاركات أو معظم المشاركين بالأحرى في حوارنا اليوم يسعون لتحديد السبب الحقيقي وراء توتر العلاقات بين مصر والسودان. هناك مجموعات أخرى من المشاركين تسعى أو تبحث أو تطرق نقاط أخرى من قبيل هل الخلاف بين البلدين أو التوتر هو توتر بين نظامين أم بين شعبين، ونقاط أخرى، وسنعرض للجميع خلال البرنامج. شكرا يا أحمد، سعود إليك. إذن لكن دعنا نستمع لبعض الأراء التي جمعناها بطرق مختلفة. أحد هذه الطرق والتوجه مباشرة إلى العاصمتين، إلى الخرطوم. توجهنا وجمعنا مجموعة من آراء المواطنين السودانيين عن وجهة نظرهم عن سبب توتر العلاقات بين بلدهم ومصر. في توتر كبير جدا جدا في العلاقات السودانية المصرية، وسبب التوتر ده هو الإعلام المصري، الإعلام عموما والمصري، خاصة وسائل مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التيك شو المصرية. أكيد والله في توتر حاصل، وسبب الإعلام المصري، يعني الشعب المصري والشعب السوداني، وأنا ما شايف في أي مشاكل بيناتهم، ناس متعايشين. المصريين هنا بعدد كبير جدا متواجدين، وفي جمهورية مصر العربية برضو في عدد كبير من السودانيين. العلاقات السودانية المصرية يعني ما متوترة إلى حد بعيد، أو في الآونة الأخيرة بس كنت بسمع عنه في مواد غذائية مثلا زي برتقانة وغيره أنها بتجي فيها مادة سامة. العلاقة بين الشعبين مصر والسودان لأنه ما في توتر، العلاقة هي كما هي. التوتر يمكن سبب أو جزء كبير من سبب التوتر ده الإعلام. ما التوتر هو أصلا غايم، يعني أصلا من زمان المشاكل بتاعت السودانيين والمصريين في الأراضي الحدودية غايم أصلا. والله ما في توتر بالمعنى المهم، لكن الإعلام في البلدين هو سبب التوتر. طيب، آراء مختلفة من السودان استمعنا إليها. نصيب كبير أعتقد أصاب الإعلام في البلدين وفي مصر على وجه التحديد في المسؤولية عن هذا التوتر. كيف تفكرون أنتم في أسباب هذا التوتر على وجه التحديد، ولأين يتجه؟ مع مجموعة من المتصلين بالفعل على خطوط الهاتف، محمد ونبيل وحسن. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع حسن. حسن سوداني لكن يحدثني اليوم من الإمارات. حسن، أهلا بك. هل لدينا شقاق حقيقي تعتقد وخلاف ما بين البلدين؟ وإذا كان، هل نحن أمام خلاف على المستوى الرسمي فقط أم الشعبي كذلك؟ السلام عليكم وتحية لجمهور المشاهدين والمتابعين. في البداية أنا أحب أوضح نقطة
قد تكون ما معروف. أنا من القبائل الحدودية من الشمال ومصر، هي قبيلة الدافع، وعندي حتى جدي العمدة هو العمدة في مصر في عثمان، ووالدي سوداني، والدي نفسه هو من والد سوداني ووالدته من والد مصري ووالد سوداني، ففي تداخل، في تداخل قبلي من السودان ومصر، في تداخل ثقافي، في تداخل تاريخي، في نمتلك في الكثير من الأشياء. لكن الإعلام المصري، والإعلام المصري أنا في رأيي الشخصي هو إعلام غير مؤهل فنيا للتعامل مع هكذا قضايا، فإنه بتناول مواضيع حساسة وبصورة غير مهنية وبصورة غير علمية وبصورة فيها سب وإخفاء للآخر، ولا يرجعنا للشخصية السودانية في المخيرة المصرية. المصريين ما زالوا يعتقدون بأن السودان هو الحديث الخفي لمصر، وهذه ليست حقيقة، وما زالوا يعتقدون بأن السودان هو كان جزء من مصر، وهذه ليست حقيقة، لأن كل الذين حكموا مصر والسودان هم كانوا مستعمرين، لم يكونوا مصريين. التداخل امتد حتى القمة في مصر، يعني نجد إنه حتى الرؤساء المصريين في جزء من السودان، محمد نجيب من أصول سودانية، السادات من أصول سودانية، فالتماجد بيننا هو تماجد قديم. الإعلام المصري يتحدث دون معرفة، للأسف الإعلام المصري يتحدث دون معرفة، وبعض الإعلاميين يتحدثون عن أشياء هي حقائق وينكرونها، مثل الحرارة السودانية، مثل حرارة النوبة، يعني تلقى انه مذيع يتحدث ويقول لك لا توجد اهرامات في السودان، ففي حين انه هو لو كتب على جوجل وكتب اهرامات في السودان حيجيه كثير من الخيارات وحيتعرف على اللي هو ما لا يريد ان يتعرف على الحضاره السودانيه، هو يريد ان ينكرها من الاصل من البدايه، وهذا المقصود معروفة وأفهمها. لكن هل نحن أمام عرض أم أصل المشكلة؟ يعني ممارسة الإعلام في حد ذاتها سنتحدث عنها طبعا تفصيلا حتى مع ضيوفي في البلدين بالمناسبة، لكن هل ممارسة الإعلام هذه هي المشكلة أم مجرد عرض وتبعية لمشكلة بدأت بالفعل ما بين البلدين؟ العلاقة بين الشعب السوداني والشعب المصري هي علاقة أزلية وأبدية، لا يمكن أن تنقطع العلاقة بين السودان والمصر، ولا يمكن أن تحدث حرب بالمعنى العسكري بين السودان والمصر. كل ما يحدث هو توترات، وهذه التوترات أنا في رأيي جيدة، هي مؤشر جيد كي يستوعب الإنسان المصري والإنسان السوداني بأن السودان دولة مستقلة ومصر دولة مستقلة، ويتعاملان وفقا للقوانين الدوليه وفقا لانهما دولتين مستقلتين عن المصالح وطبعا للاتفاقات الدوليه. السودان للاسف الشديد النخب السياسيه السودانيه ظلت لفتره طويله تلعب ادوار مسانده لمصر دون مقاتل. طيب مفهوم. حسن شكرا جزيلا على المشاركة، وأعتذر إذا كان صوت ليس واضحا جدا أثناء هذا الاتصال، لكن استمعنا لرأي حسن على الأقل، وسأواصل استماع لآراء أخرى. لكن سريعا رحبوا معي بضيفي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، سيد محمد أبو الفضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد محمد أهلا بك. ما قاله حسن في بداية إجابته للأسف أكثر نقطة تكررت على مواقعنا الرسمية عند طلب مشاركات أو حتى استقبلتها أنا على صفحتي الشخصية من مشاركين من السودان على وجه التحديد. مصر تتعامل مع السودان والسودانيين باستعلاء شديد، هناك نظرة فوقية من مصر صوب السودان. يعني لنحدد مصدر أو شكل هذا الاستعلاء، هذه عقدة تاريخية يتم ترديدها من وقت لآخر، لكن أنا أحدثك في عمق سؤالك أو في عمق الحلقة، وهو أن هناك توتر بين مصر والسودان. بالفعل هناك توتر، لكنه التوتر هو من الجانب السوداني، لم يصدر حتى هذه اللحظة على أي من أي مسؤول مصري كبر أم صغر أي تصريح مسيء للسودان، لكننا خلال الأسابيع الماضية نجد أن هناك تصريحات تنم عن توتر وتنم عن خلاف عميق ونظرة سلبية من جانب السودان، تمثلت في تصريحات مباشرة من الرئيس السوداني عمر البشير، وتمثلت في تصريحات مباشرة من وزير الدفاع مؤخرا وما إلى ذلك. بس فيما يتعلق بنقطة الإعلام يا سيد محمد، ألا يمكن أن يعتد بها؟ يعني عندما يسمح بتوجيه إهانات للسودان وإهانات لشعبها وحتى تزييف الحقائق كما ذكر لي حسن أحيانا كثيرة من وسائل
وسائل إعلام سواء إذا كانت رسمية أو خاصة لكن معروف أنها تسير في هوى الدولة بشكل أو بآخر، ألا يعتد بهذا الأمر؟ بالطبع يعتد. أنا أحدثك هنا من موقعي كمحلل وكمراقب سياسي، وليس بصفتي أننا أعمل في صحيفة الأهرام. أنا مشرف عن صفحات الرأي في جريدة الأهرام. رئيس تحرير الأهرام مشكورا وجه لي تعليمة مهمة جدا قبل أسابيع قليلة، ممنوع منعا باتا نقد أو توجيه أي كتابات نقدية للسودان. لو تلاحظ حضرتك خلال الأسابيع الماضية لم تذكر أي صحيفة أو أي إذاعة أو أي تلفزيون مصري أي نقد تجاه السودان الشقيق، لكن على العكس هناك وسائل إعلام مرئية ومقروءة كثيرة جدا توجه اتهامات فيها بشكل مبالغ فيه وفيه نوع من أنواع الإهانة لمصر للدرجة التي بلغت تزييف الحقائق. أحدهم كتب قبل أيام قليلة أن السعودية استعمرت مصر 600 عام وأن السعودية هي صاحبة تاريخ وكذا وكذا. هل في ذلك الوقت كان هناك دولة اسمها السعودية منذ 600 عام؟ أعتقد أن التزييف بلغ مداه ما ينم على أن هناك نوع من أنواع الحسابات الإقليمية لدى وسائل الإعلام السودانية لدغدغة مشاعر الشعب السوداني الشقيق تجاه إحن وتجاه احتقانات معينة أو توجيهها توجيه سياسي لا أعلم إذا كان مقصودا أم غير مقصود. بس بالمقابل يا سيد محمد، وأنا أريد أن نتجاوز هذه الخطوة، لكن ما تقوله للأسف عليه رد، لأن عندما يخرج أحد المذيعين وإن كان في قناة خاصة صحيح لكن مرة أخرى البعض يقول إن هذا توجه دولة ويشبه مثلا أثار السودانيين بأنها أهرام جبنا نستو، وأكيد استمعت لهذا التصريح، أو يشبه بها السودانيين، وعذرا جدا أنني أكرر، لكن يقول مثلا بوابين أو غيره، كل هذا يقرأه السودانيون على أنه تقليل بشدة من قدرهم ويصب في إطار حملات كثيرة وسنوات طويلة مرة أخرى من الدونية التي طرحها حسن علي. أولا لا يعتد تماما بما تبثه بعض القنوات الخاصة. النقطة الأخرى أو المهمة، أنا أعتقد أن خلال الأيام الماضية حتى هذه القنوات الخاصة لم تتحدث إطلاقا بالسلب عن السودان. أنت تتحدث عن الزيارة الشهيرة التي قامت بها الشيخة موزة والدة ولي شيخ أمير قطر منذ حوالي شهر ونصف، وزارت منطقة بها 3 أهرامات سودانية. بعض التعليقات المصرية كانت من قبيل التندر، ربما بلغ بعضها حد الإسفاف وحد يعني بطريقة غير مقبولة كما ذكرت، لكننا شعب نكن ونحترم الشعب السوداني الشقيق، بل بالعكس ربما السودانيون أكثر ثقافة من كثير من المصريين وأكثر إلماما بكثير من الأمور السياسية، لكن بدأت في الفترة الأخيرة نبرة استعلائية من الجانب السوداني وليس من الجانب المصري. لا أعرف لها مبرر بالضبط، لكن هناك تفسيرات سياسية كثيرة يمكن الحديث عنها في هذا السياق. عندها يا سيد محمد خطوة خطوة، لأن هناك انتقادات بعينها سياسيا بعيدا عن الإعلام توجه من الجانب السوداني للجانب المصري، لكن اسمح لي أن أخذ بعض الاتصالات أرجوك. محمد سوداني لكن متواجد في السعودية. محمد مصطفى، أهلا ومرحبا. أهلا يا عزيزي، أهلا وسهلا. هل لدينا أزمة حقيقية تعتقد ما بين الجانبين، وإن كان ما أسبابها؟ أحييك أستاذ محمد عبد الحميد، والتحية للتلفزيون وشبكة البي بي سي، والتحية لمواطني الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، والتحية للأهل في نهض الحضارة السودان. أنطلق من سؤالك عن جذور الأزمة. هي الأزمة الحقيقية ما بين مصر والسودان هي أزمة موارد في المقام الأول، وهي أزمة بدأت سياسية ثم تحولت إلى أزمة شعبوية، وده نتيجة لإعلام غير مهني انطلق من الأراضي المصرية. ولا يحدثني الصحفي أستاذ محمد من القاهرة عن أنه هو قنوات خاصة هي التي تحدثت عن بإسفاف عن الحضارة السودانية، لأنه في الإعلام ليس هنالك إعلام خاص وإعلام عام، وإنما هو لسان حال الدولة. وأنا هنا أرجع أنه حركة الإعلام في مصر، لكل من يرصد حركة الإعلام المصري، هو لا يتحرك خطوة واحدة دون إرادة النظام السياسي المصري. طيب، هو النظام السياسي المصري هو المحرك لعجلة. جيد يا محمد. سيد محمد أبو الفضل رد على نقطة الإعلام هذه وقال إن الجانب الآخر أيضا به تجاوزات كثيرة سواء عبر الصحف أو مقالات
وهذا حقيقة للأسف، وأنا نفسي قرأت الكثير من هذه المقالات. دعنا نتجاوز فكرة الإعلام هذه، أنت قلت أن الجذور سياسية، ما أبرزها؟ الجذور السياسية كما ذكرت حضرتك أن سيد محمد، أنا سؤالي كان لمحمد مصطفى وسأعود إليك أرجوك، تفضل يا محمد. أوكي. تشكر. الجذور السياسية للنظرة، نجي نسأل نفسنا، نطرح سؤال، ماذا قدمت مصر للسودان؟ أنا أثبت ما قدم السودان لمصر. السودان قدم حنفة كاملة أغرقت لمصر من أجل السد العالي. هل يعلم المصريين أن هنالك 25 قرية تم تهجيرها من أراضيها بكل حضارتها بكل قيمها؟ أن هنالك الآن في حنفة في بحيرة ناصر يقبع في داخل المياه معبد بوهين، وهو ما تبقى من معبد يا محمد بوهين. هذا جيد جدا، لكن هل هذه هي المشكلة؟ يعني المشكلة أن مصر لم تقدم شيء وبالتالي السودان الآن لا. انتفض وحدثت الأزمة، ولا لدينا أسباب حقيقية لا. للخلاف؟ أرجوك. لا، هنالك ما هي الأسباب الحقيقية؟ هي أسباب، هي الموارد ببساطة. يعني إحنا ما نلف على الموضوع ونغلف فيه، هو الأفق في مصر يغلف فيه. الأزمة هي أزمة موارد، وأزمة موارد خاصة بمصر، وهي أزمة مياه النيل بالتحديد، لأنه مصر بلا مياه النيل هي عبارة عن صحراء جرداء، وتعي ذلك. وبالتالي نجد أن الأزمة تحولت من مياه النيل لأزمة سياسية، لأزمة صراع حلايب شلاتين، وثم تأتي الأزمة الأيديولوجية كذلك. ممكن أن نضيفها اللي هي وجود نظام علماني في مصر ونظام الأخوان المسلمين في السودان، رغم أن كلا الاثنين من مؤسسة عسكرية، إلا أن ذلك لم يشفع. طيب بس ما تقوله يا محمد ربما لا يتهم مصر كثيرا، أو مصر ليست المخطئة فيه كثيرا. كنت أنتظر منك بعض النقاط التي قد توجهها إلى الجانب المصري، يعني عندما تتحدث عن نقطة النيل على وجه التحديد. بالعكس، مصر ترى أن السودان هو الذي يتخلى عنها ويضعها في مأزق بالتقارب الذي بدأه مع إثيوبيا والنزاع على مياه النيل. نعم، لكن لماذا حدث هذا التقارب؟ لأن مصر تخلط الأزمات في السودان، تصدر الأزمات للسودان حتى لا تحدث في السودان تنمية، لأن حدوث تنمية في السودان يقود إلى استغلال موارده، خاصة في ظل رؤية 2030، رؤية سمو الملك سلمان، والسودان موجود فيها بقوة، وهذا كله شكل مهدد لمصر. طيب شكرا جزيلا يا محمد، الفكره واضحه. قبل ان اعود الى السيد محمد ابو الفضل، نبيل سوداني لكن في الامارات، سريعا جدا ارجوك، تفضل يا نبيل. تحياتي يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. في البدء يعني اريد ان اؤكد على خصوصيه وتميز العلاقات المصريه السودانيه، لسبب انه لا يمكن القفز على حقائق التاريخ والجغرافيا. فإذا اشتكى السودان فستصيب مصر الحمى بلا شك، وإذا عبست مصر فستصيب السودان الإنفلونزا بلا شك. لكن ظلت هذه العلاقة وعلى مر التاريخ يتم تصديرها للمخيلة المصرية منذ فترة نشوء الدولة الوطنية في مصر، وأقصد بعد الخديوية التي هي في طبيعة الحال فترة استعمارية لمصر والسودان معا. يتم تصديرها بأنها بقعة سوداء ليست لها ملامح، أو يتم النظر إلى السودان بأنه حديقة خلفية لمصر وليست دولة ذات سيادة ودولة مستقلة. أكثر الدليل على هذا الكشف الذي يعني كشف جهل كبير للإخوة في شمال الوادي بتاريخ السودان، زيارة التراشق الذي تم في زيارة كثير جدا من النخبة المصرية تعرف أن لا تعرف شيئا عن حضارة مروي، ولا تعرف شيئا عن حضارة كوش. وملمح آخر من هذه الملامح ما كان يتم تصديره في سلسلة روايات الهلال عن شخصية عثمان من السودان، والذي لم يكن له أي دور في سلسلة المغامرون 13. إذن المشكلة مع بين مصر والسودان، التوتر الآن هو نتيجة للسياسة المصرية في النظر للسودان بدءا يعني. ومن خلفها طبعا الآلة الإعلامية المصرية الجبارة، مصر التي السودان الذي كان يغني مصر يا أخت بلادي يا شقيقة،
الآن يجد كثير من الحرج في ترديد هذا البيت، والسودان الذي كان يحج إلى أم كلثوم تغني أغدا ألغاك للهادي آدم السوداني، يجد الآن في هذا الوقت يعني كثير من الحرج في التعليم. للأسف يا نبيل ما تذكره مع كل الأسف. شكرا جزيلا نبيل على مشاركتك مرة أخرى سيد محمد. فكرة الإعلام وفكرة التعالي، لكن أنا سأتجاوز هذه النقطتين لاتهامات مباشرة توجهها الحكومة السودانية أو الجانب السوداني لمصر بنقاط بعينها. أولها فكرة الدور الذي لعبته مصر، وإن كان رسميا تم نفيه، فيما يتعلق بتأييد إعادة فرض العقوبات على السودان المفروضة من 2005، وهذا يصب فيما قاله المتصل الأخير أن مصر لا تريد للسودان أن يكون لها موارد أو تتحرر بشكل ما لكي لا تخرج مما تريد مصر من تبعية لها. لا يعني هذه نظرة للأسف قاصرة جدا، لأن يعني من المؤكد أن نهضة وتقدم السودان في فائدة لمصر. يعني هل هو تفكك السودان وانتشار الحروب فيه من الشرق إلى الغرب والشمال إلى الجنوب، هل ده يعني هيكون في فائدة لمصر؟ أنا أعتقد أن المسألة يعني لها علاقة بحسابات داخلية داخل السودان، سواء من قبل النظام أو من قبل المسؤولين فيه. لك أن تتخيل أن الحديث الذي أشرت إليه فيما يتعلق بتمديد العقوبات على السودان في الأمم المتحدة مؤخرا، أن هذا القرار اتخذ منذ 8 فبراير 2017، يعني منذ أكثر من شهرين من الآن. لماذا تم تفجيره الآن؟ ثم يتأكد بعد ذلك بتصريحات رسمية من السودان أن ليس هناك أساس من الصحة لهذا المسألة لهذه المسألة، وأن الحكومة المصرية أو المندوب المصري في مجلس الأمن كان مؤيدا للموقف السوداني على طول الخط. بماذا تفسر كل هذه المغالطات في هذا التوقيت؟ بماذا تفسر أن وزير الدفاع يتحدث مؤخرا عن استفزازات مصرية من قبل الجيش المصري في حلايب وشلاتين، وكأن هناك تطور ما حصل في هذه المنطقة؟ هذه هي منطقة يعني تحت السيادة المصرية منذ فترة طويلة جدا، هناك خلافات أو هناك نزاع مصري سوداني حول هذه المسألة يتم تجاوزه أو حله بالطرق السياسية والطرق الدبلوماسية بين البلدين. لكن تفاجأ في كل أزمة داخلية في السودان هناك من يدغدغ مشاعر الشعب السوداني بإثارة أو بتصدير أزماته إلى الخارج. لماذا حلايب وشلاتين الآن؟ ما هو الجديد؟ لماذا مجلس الأمن وقرار تمديد العقوبات الآن؟ ما هو الجديد؟ بس السودان وما إلى ذلك بالفعل السلسلة بأكثر من طلب يا سيد محمد، بما أنك ذكرت حلايب وشلاتين، بأكثر من طلب لإعادة تسوية هذا الملف، ومصر تبدو متعنتة بشدة في التعامل معه ومتمسكة بوجهة نظرها. يا عزيزي هناك طلب سوداني متقدم منذ حوالي 20 عاما يمكن في الأمم المتحدة، ويجدد بشكل تلقائي. يعني ليس هناك خطوة سودانية حقيقية قانونية رسمية على الأرض في هذا التوقيت. هناك مباحثات تتم وتظهر وتختفي ما بين الجانبين، لأن لحساسية القضية لا يريد أي من الطرفين التحمل أو تكبد المزيد من الأزمات. هناك اتهامات متكررة من الجانب السوداني ثم يتم التراجع عنها في كثير من المواقف وفي كثير من الحالات. لك أن تتخيل أن التدخلات المصرية لدى المعارضة السودانية في للتدخل في الشأن السوداني، كيف يتم ذلك وهناك المئات وربما الملايين من السودانيين موجودين على الأرض المصرية منذ عشرات السنين ولم يتم الحديث عن هذه الورقة، وقت أن كان النظام السوداني يعاني شديدا من المعارضة السودانية وغالبيتهم يقومون في القاهرة ولم تتدخل الحكومة المصرية على الإطلاق في هذه المسألة. حتى إذا لم تكن قد تدخلت في السابق سيد محمد، هذا لا ينفي احتمالية أنها تريد أن تتدخل الآن. لدينا التوازنات والتحالفات تتغير تماما، السودان يبدو وكأنه يريد أن ينفتح أكثر على أطراف مصر، ترفض تماما تحالف أي أحد معها، قطر مثلا أو تركيا، والتوجه السوداني صوبها والذي تتعامل معه مصر من وجهة نظر بعض السودانيين على أنه جريمة، بالرغم من أنه من حق السودان أن تختار مع من تتحالف. بالطبع من حق السودان، ولا يوجد أقول لحضرتك أي مسؤول مصري يعني لا تصريحا ولا تلميحا فيما يتعلق بهذه المسألة. السودان بالطبع دولة مستقلة، من حقه أن يقيم تحالفاته كما يريد مع أي جهة كما يريد، لكنه بشرط ألا يضر بالمصالح المصرية، ألا يضر بالأمن القومي المصري. السودان أعلن تحالفه مع إثيوبيا ووقع اتفاقية دفاع مشترك معها. ما هو الدير المصري؟
في هذه المسألة لا يمكن أن يكون هناك أي ضرر مصري ما لم يتم هناك أن يكون هناك اعتداء سافر من قبل السودان أو أثيوبيا أو نتيجة هذا التحالف. حتى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء. مواقف السودان فيما يتعلق بمياه النيل وسد النهضة الأثيوبي مواقف مؤيدة، ومع ذلك لم تتدخل مصري بأي نوع من أنواع التدخل الخشن، لكنها كلها تدخلات في إطار الأخوة، كلها تدخلات دبلوماسية وسياسية تتم بين طرفين أو بين شقيقين. إلى الآن لم تلجأ مصر إلى هذا التدخل الخشن، أم تتوقع أن المستقبل القريب سيستمر على هذا الحال؟ كيف تقرأ العلاقة ما بين الجانبين في المستقبل الأقرب؟ أنا أعتقد أن علاقة ستشهد المزيد من الانفراج وستطوى هذه الصفحة. غدا وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى الخرطوم لإجراء مشاورات سياسية في إطار اللجنة المصرية السودانية المشتركة، والعلاقات على المستوى الرسمي العميق أنا أعتقد أنها جيدة جدا حتى هذه اللحظة، وليس من أولويات وليس من أبجديات السياسة المصرية أي خشونة في تدخلاتها أو في علاقاتها مع دول الجوار أو غيرها. شكرا جزيلا يا سيد محمد لتواجد معنا. سيد محمد أبو الفضل الكاتب والمحلل السياسي المصري كان معي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة. لدينا أراء كثيرة تريد أن تشارك في حلقة اليوم، هناك الكثير منها أغلبها أيضا كذلك موجود أونلاين وأحمد يتابعها. أحمد عبد الرازق زميلي، أهلا بك أحمد. أهلا محمد. كما أشرت في البداية محمد، فإن الجانب الأكبر من مشاركينا اليوم يسعون لتحديد أسباب هذا التوتر في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وهم يذهبون في ذلك مذاهب شتى. المتابع لهذا التوتر محمد ربما يلحظ أنه امتد من الجانب الرسمي إلى الجانب الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك حالة من التلاسن للأسف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. هناك أيضا ما يتناول جوانب متفرقة في حوارنا اليوم تتعلق أيضا بالعلاقات بين مصر والسودان، منها مثلا هل حقيقة الخلاف هل هو خلاف بين نظامين أم خلاف بين شعبين، وأيضا ما إذا كانت مصر غاضبة بالفعل من تحالف أو تقارب سوداني خليجي قوي. دعنا نبدأ بهذه الأسباب. طيب بما أنها ربما الآراء الأكثر كما تفضلت وذكرت. بالفعل محمد هؤلاء يمثلون الجانب الأبرز في حوارنا اليوم، هم يريدون أسبابا مختلفة ومتباينة للتوتر الحاصل بين البلدين. منهم مثلا هنا الشاذلي خالد ويقول أعتقد أن السبب الرئيسي في تدهور العلاقات بين الجارين هو غياب الديمقراطية في كلا البلدين، فقد فرطت حكومة البشير كما يقول في مثلث حلايب وتساهلت مع المصريين فيما يسمى بالحريات الأربعة. هناك كثير من القضايا كان يجب أن يتم التعامل معها بالحسم أو بالمثل على أقل تقدير، يقول ربما من الجانب السوداني كما يشير. أحمد الطيب السبب هو احتلال مصر لحلايب وشلاتين السودانيتين حسب كل الوثائق الدولية، إضافة إلى التعدي السافر من الإعلام المصري المسيس على حضارة شعب السودان العظيم، كثيرون يحملون الإعلام المسؤولية. عبد الرحيم البلوشي أعتقد أن سبب التوتر هو الحدود، حيث أن مصر لا تحبذ حدودا يسرح ويمرح فيها الأفارقة ويحاولون التسلل إلى إسرائيل أو دخول أوروبا عن طريق البحر، هكذا يقول. محمد الشرقاوي ردود المصريين هي في منتهى الاحترام، الردود السودانية يبدو فيها كم الشحن الهائل الذي قامت به الحكومة السودانية تجاه مصر من تشويه وشيطنة كما يقول، أدعوهم لتحكيم العقل كذا يقول. عامر حسام محمد الأزمة تجاوزت الحكومتين وامتدت إلى الشعوب بسبب عقود من النظرة الدونية والاستعلاء المصري على السودان، نقطة برضو يتحدث فيها كثيرون. وضح أن كل طرف لديه أسباب. نعم. ولديه تفسير لهذه الأسباب، لكنك نعم. قلت أن البعض ذهب إلى نقاط تبدو متفرقة لكنها متصلة طبعا. بالفعل محمد هناك كثيرون تحدثوا عن جو الحوار اليوم، هو يعني لدينا مئات من التعليقات، يعني دليل على الموضوع مطروح. مثلا هنا أمير سعيد يقول هو خلاف بين نظامين انقلابيين لا يشبهان شعبي البلدين كما يقول، وهما يريدان تصفية الحسابات فيما بينهما من خلال توريط الشعبين في حرب وهمية وكره وأحقاد لن تجلب لهما سوى المزيد من الدمار. عبد مدني ما يحدث من الجانب المصري هو مجرد صرف الأنظار عن الوضع المتأزم داخليا عبر افتعال أزمات مع الخارج للهروب إلى الأمام وتفادي مطالب الشعب المصري وتطلعاته.
كيلو كمال يقول: للحضارة المصرية امتدادها زمنيا وجغرافيا كما يقول، وهذا لا يعني أننا أجدر من السودانيين ولا يفضلنا على السودانيين ولا يفضل السودانيين علينا كما يقول، إنهم أثبتوا أنهم بنوا الأهرامات قبلنا، هكذا يقول ببساطة يتحدث عنها. أحمد عيسى: لعب الإعلام المصري دورا كبيرا في استفحال الأزمة عبر خطاب الإساءة والاحتقار وعدم احترام السوداني سيادة وشعبا أيضا، حديث عن الإعلام. لكنك قلت أن للأسف هذا السجال والحرب انتقلت من المستوى الرسمي لمستوى الشعبي خصوصا على تويتر. في الحقيقة على تويتر يعني ألفاظ يستخدمون ألفاظا، هناك أناس يستخدمون ألفاظا طبعا لا أدري، يعني هو حوار يعني ينزل بمستواه كثيرا على تويتر. هناك هاشتاجات مثلا: إعلامكم رصاصة في قلب مصر، وأطردوا السفير المصري، هذا هاشتاج من السودان. من هناك من تويتر أقرأ بعض التغريدات التي بدت متزنة في لغتها. أحمد حربية يغرد قائلا: ملفات سوء الفهم بين القاهرة والخرطوم نقطتان، شكري وحده لا يكفي، يقصد زيارة وزير الخارجية. ياسر إبراهيم يغرد: مصر تريد السودان دوما تحت وصايتها، ولكن عندما أصبح للسوداني علاقاته الخارجية خاصة مع الخليج ثارت مصر، ولا ننسى مشكلة حلايب وسد النهضة، كذا يقول. زهير عبد الفتاح يغرد: التوتر ليس بين شعبين، فمغتصبا السلطة بالبلدين تقاطعت مصالحهما، إعلام السيسي تعمد إثارة واستفزاز السودان بينما استغل نظام البشير ذلك في صرف الشعب عن الوضع المثلي، يقصد في السودان. ألب أرسلان يقول: للأسف دايما اللعبة بيعملوها الحكام وتقع فيها الشعوب بالعامية، يقول: خلوا بالكم البشير والسيسي من نفس المؤسسة وبنفس الانقلاب. حوار طويل محمد على تويتر، واللغة ربما تكون يعني في قليل منها تجد لغة متزنة. نعم شكرا جزيلا أحمد سعود، إذا وردت أراء أخرى بالتأكيد، لكن بما أننا استعرضنا أراء السودانيين من الخرطوم دعونا نتوجه إلى مصر، إلى القاهرة، وهناك نستمع لأراء بعض المصريين عن ذات القضية، الخلاف بين بلدهم والسودان. سبب التوتر في العلاقات المصرية السودانية هي الاقتصاد المتدني وحالة الفقر اللي بيعيشها الشعبين. أن هي السودان كلها أصلا كانت تحت سلطة الحكم المصري، وبعدين انت النهارده فرطت اصلا في جنوب السودان ودارفور، فانت النهارده جاي تدور على حلايب وشلاتين مثلث بيقع اصلا داخل حدود الاراضي المصريه. اظن انه اختلاف ايديولوجي في نظام الحكم، يعني بين نظام الحكم في الدولتين هو السبب يعني في الموضوع ده، لكن العلاقه بين الشعبين اظن كويسه. يعني شعب السودان وشعب مصر شعب واحد مع الاسف الشديد، لكن اخطا حكومتنا. لو نيجي نبص الحقيقه تملي توجع، عندما أخذ القرار رئيس عبد التحسيس ورئيس الوزراء بصلاحية السعودية جزيرتين للسعودية، استغلت السودان حلايب وشلاتين. لا، هو شعبين في علاقة طيبة بين الاثنين، بس الناس اللي هي على الحدود هي اللي هي توتر أكتر من اللي داخل. السبب الحقيقي اللي أنا شايفه موضوع حلايب وشلاتين، يعني ده السبب الرئيسي، إن شايف إن السودان بتتعمد أو بتتدخل في الشؤون المصرية، أو بمعنى أصح بتاخد أو بتحتضن الجماعات الإرهابية ليها عندها علشان موضوع حلايب وشلاتين. لأن هو طبعا التوتر اللي موجود ده توتر مصطنع من زمان، وإحنا مصر والسودان ده شعب واحد، لكن الفتن اللي بتبقى موجودة هي اللي بتعمل كل المشاكل دي. إذن هذه مجموعة من الآراء التي جاءت من مصر وجمعتها كاميرا نقطة حوار مباشرة من القاهرة. لدي مجموعة من الاتصالات ما زالت معي، محمد وأحمد وأبا ذر، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع محمد يتحدث من السودان. محمد أهلا بك، هل هي أزمة حقيقية تعتقد، وإن كان ما أسبابها؟ لا أعرف الكلام ده. محمد يا هلا. اهلا يا محمد، انت على الهواء يا عزيزي، تسمعني بشكل جيد؟ اسمعك بشكل جيد. هل لدينا أزمة حقيقية ما بين مصر والسودان الان، وان كان ما اسبابها من وجهة نظرك؟ شكرا جزيلا، وشكرا للاخوة اللي تكلموا من السودان ومن مصر. نحن في الواقع مفروض ما نطبطب على المشكلة. توجد مشكلة حقيقية بين السودان ومصر وبين شعبي السودان
وشعب مصر في الفترة الراهنة. بيحصل تراشق إعلامي كبير سواء كان في الإعلام التقليدي أو في السوشيال ميديا. السودان بيفتكر أنه في كل الأوقات هو بيمد يقرب ومصر ما بترد الجميل. السودان بيفتكر أنه هو بيقدم جزء من مياه النيل بيمشي لمصر، والسودان بيفتكر أنه هو قدم حلفة وأراضي والأراضي اللي حول حلفة لمصر بدون مقابل، ومصر بتفتكر أنه السودان هو جزء منها. السوداني، الشخص السوداني شخص نفسه عزيزة جدا، لا يقبل الضيم ولا يقبل الظلم ولا يقبل الإهانة. الإعلام المصري هذا أس المشكلة. المصريين وبعض الإعلاميين المصريين، أنا لا أعمم، ولكن المصريين بصراحة هذه النقطة هي أثارت السودانيين عنهم. طيب بس هو نحن نتحدث عن الماضي القريب جدا عندما بدأت هذه الأزمة وبدأ تعاطي الإعلام المصري معها بهذه الطريقة كما تفضلت وذكرت. الإعلام واضح أنه ساهم في زيادة حجم هذا التوتر، لكن أيضا واضح أنه ليس هو السبب الرئيسي. ما السبب الرئيسي؟ ما هو الإعلام يغطي قضية ما ولا يخترعها؟ الإعلام أعلن عن القضية، أعلن عن الإشكال. الإعلام لم يكن هو سبب المشكلة، ولكن الأفكار التي يحملها الأشخاص الذين هم وراء هذه الأجهزة الإعلامية هي المشكلة. عندما يأتي شخص مصري ويقول أن أراء وإهرامات السودان عبارة عن جبنة مثلثات، عندما يأتي في كرة مصر والجزائر يأتي شخص يقول إن السودان ما يعرف يرتب حتى الحفلة عيد ميلاد، فكمية من الأشياء من هذا القبيل أثارت حفيظة السودانيين. حتى الفئة الطبقة المتعلمة هي مغبونة جدا من الطبقة المتعلمة في مصر اللي كان مفروض ترد عليه. بس هو بالمقابل حتى الساسة في مصر لديهم الكثير من التحفظات والاتهامات المباشرة حتى بعيدا عن المستوى الشعبي للمستوى الرسمي، على رأسها مثلا ضم أو استقبال السودان لمجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنف على أنها إرهابية في مصر، والصلات التي ما زالت موجودة وقوية جدا ما بين النظام في السودان وهذه الجماعة، والتي تتهمها مصر ببساطة أنها وراء الكثير من الاضطرابات الأمنية في بلدها. ألا يمكن أن يكون هذا، أو لا يعطي مصر هذا بعضا من الحق كي تتهم السودان هذه الاتهامات؟ يا أستاذي العزيز، أنا لا أرى ذلك سبب وجيه للحظر الآن، لأن السودان الحكومة الآن الموجودة في السودان من 89 هي تصنف على أنها حكومة إخوانية، وكانت تدعم في العلن الإخوان، كانت تدعم في العلن الإخوان. لكن السؤال هو لماذا الآن؟ لأن الظروف تغيرت الشديدة. الظروف حتى في مصر لم تعد كما كانت. دعم الإخوان في السابق ليس دعم الإخوان الآن. لا، نحن نرى في السودان أن لأن السودان أراد أن يستقل بقراره. السودان أراد أن يحقق في أرضه، أعتقد وكما يعتقد كثير من السودانيين أن هذا هو السبب الوجيه لما يتعرض له السودان. بس بمعنى ماذا الاستقلال بقراره في أرضه؟ يعني الاستقلال طبعا شيء جيد، لكن مصر مثلا ترى أن هذا الاستقلال يجب ألا يأتي على حسابها، مثل التقارب مثلا ما بين السودان وإثيوبيا. مصر ترى أنه لا مبرر له إلا محاولة تهديد الأمن المصري ببساطة. طيب السودان يرى أن التقارب المصري الإسرائيلي لا مبرر له، لأن ذلك يهدد أمن السودان. كيف؟ أن إسرائيل ضربت شرق السودان وضربت الخرطوم، والآن مصر ترتمي إلى حضن إسرائيل. مصر تدعم الكيان الإسرائيلي المتضارع، طبعا تدعمه علنا. السودان عنده مشكلة في النقطة هذه، فالسودان حر في أنه يوطد علاقاته مع أي من الدول الشأ، سواء كان ذلك في عمقه الأفريقي أو سواء كان ذلك في عمقه العربي.
محمد شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا محمد. أحمد مصري لكن متواجد في ألمانيا. يا أحمد اتفضل. تحياتي لحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. والله في تصوري أن لا توجد بلد واحد على الكرة الأرضية لا تشغله خلافات حدودية أو تاريخية حتى مع جيرانه، ولكن لا تصدر إعلاميا بالطريقة دي. لو حضرتك أي خلاف سياسي يتحول إلى خلاف إعلامي لحد القذف والشتائم المتبادلة على الشاشة محسوبة على الدولة، إذن في مشكلة كبيرة. هو بإيجاز غير مخل الأزمة موجودة من سنة 1899 طبقا لاتفاقية الحكم الثنائي مثلث حلايب كان تابع لمصر في الأول، وبعد ثلاث سنين 1902 عاد الاحتلال عشان يقر بتبعيتها للسودان لأنها على مقربة من الخرطوم مش أكتر. يعني هي في النهاية مش إحنا اللي قررنا تبعية مثلث حلايب لمصر ولا للسودان في البداية. المشكلة فضلت خاملة تماما لسنة 1992 لما السودان ادت حقوق تنقيب لشركة كندية تقريبا قبالة السواحل، سواحل مثلث حلايب. مصر طبعا خدت موقف مضاد تعقيبا على اللي حصل ده. بس انت تتوقف كثيرا اذا مع قضية حلايب وشلاتين على وجه التحديد، ترى انها هي المحرك الرئيسي للتوتر ما بين الجانبين ام بقية القضايا الاخرى؟ يعني هناك اتهامات بدعم المعارضة مثلا بين الجانبين، هناك حديث عن التقارب السوداني الاثيوبي الذي يقلق القاهرة كثيرا. والله طبعا مواقف ومواقف مصر الدبلوماسيه ضد السودان من وجهه نظر السودان طبعا في الامم المتحده وغيره او تمويل مصر للمعارضه السودانيه والعكس بالعكس، طبعا دي كلها قضايا مطروحه. لكن انا اللي بستغرب له جدا ان تحويل ازمات انا شايف ان هي بسيطه، مشكله الحدود دي بقالها كذا سنه، ليه دلوقتي تتضخم بالشكل الاعلامي ده؟ انا بفتكر موقف مصر بعد مباراه كره قدم بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر، والاعلام بعديها هاج وانا تقريبا يعني تخيلت ان الطيران المصري هيضرب الجزائر ثاني يوم او واحد من المنتصرين بالفعل اشار الى هذه المباراه، ونتذكر طبعا الطريقه التي تم بها تغطيه هذا الحدث الذي يفترض أنه رياضي. يا أحمد، أحمد شكرا جزيلا على المشاركة. سريعا نتحول إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية من واشنطن السيد النور حمد الأكاديمي والباحث السوداني. سيد النور أهلا بكم، تفترض أن تكون معنا قبل ذلك لكن كان هناك مشكلة تقنية، لكن خليني أستغل الوقت الذي يبقى من هذا البرنامج في الحديث عن نقاط كثيرة توجهها مصر مباشرة إلى السودان ومخاوف ربما من طبيعة العلاقة ما بين البلدين. يقال أن كل هذا الاضطراب وكل هذا الاتهام من الجانب السوداني إلى مصر أساسه محاولة تصدير الأزمة وإلهاء الجبهة الداخلية في السودان عن الكثير من القضايا التي اشتعلت مؤخرا لتوحيد صف السودانيين على جبهة خارجية، وبالتالي نظام الرئيس البشير هو المستفيد. لا أعتقد أن ذلك صحيحا تماما، لأنه يعني نعم يمكن أن يكون للحكومة السودانية بعض الأجندة، لكن هذا لا يغير من طبيعة أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة متوترة تاريخيا، فيمكن جدا في الظرف الراهن أن تحدث بعض الاستغلال لبعض الأوضاع، لكن أنا بعتقد أنه يجب أن تناقش المسألة في أصلها وليس في الأشياء العابرة، لأن التوتر هذا ليس أول توتر يحدث، وليست هذه أول حكومة سودانية تدخل في مواجهة مع الحكومة المصرية، ويبدو لذلك أنا أعتقد أنه جذر المسألة اللي هي نظرة مصر إلى جوارها الجنوبي بما فيه إثيوبيا والسودان تحتاج إلى إعادة نظر من جانب الإخوة المصريين. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مصر كانت هي إمبراطورية احتلت وادي النيل لفترة من الفترات، ما نجحت في إثيوبيا، ما نجحت في الصومال، وصلت فعلا لحد البحيرات، لكنها في السودان كانت هي مستعمر جزء من الاستعمار البريطاني المصري، ولذلك عندما خرجت من السودان هنالك إشكاليات كثيرة عالقة. يعني مصر لم تتخلى عن فكرة أن السودان
تابع لها وأن الأراضي المصرية أراضي سودانية. طيب ويظل لكن الإعلاميون المصريون يكررون هذا. التصريحات الرسمية سيد حمد تختلف تماما عما ذكرت. مصر تتعامل مع السودان على أنها دولة ذات سيادة وعلى قدم المستوى رسميا على الأقل، في حين أن التصريحات التي تأتي من السودان خصوصا بسبب الأزمة الأخيرة تهاجم مصر بشكل مباشر. وبما أنك ذكرت التقارب أو وضعت السودان وإثيوبيا في كفة واحدة، هذا يقلق مصر كثيرا. يعني عندما يذهب الرئيس البشير إلى أديس أبابا ويقول أن الأمن الإثيوبي جزء لا يتجزأ من الأمن السوداني، وهناك تقارب كبير في هذا الأمر بين الجانبين، وتعلم حساسيته ما يتعلق بمياه النيل والأزمة ما بين إثيوبيا ومصر، أليس من حق مصر أن تقلق؟ من حقها أن تقلق، لكن أيضا لابد لها أن تفهم أن السودان دولة مستقلة وهي تعمل من أجل مصالحها، وأننا مصالحنا يعني نحن نقف في موقف متساوي في علاقتنا بمصر وبإثيوبيا، رغم أن نحن جزء من الجامعة العربية وإثيوبيا ليست جزءا من الجامعة العربية. الإشكالية كلها في مسألة مياه النيل وهذه ليست إشكالية بسيطة. نعم، هذه ليست إشكالية بسيطة. إذا كان لدى السودان موارد أخرى، ليست إشكالية بسيطة لكنها قابلة للتفاوض، ولذلك لا يجب أن تقلق مصر لمجرد أن السودان أو أن الرئيس البشير زار إثيوبيا أو أنه قال أنه نحن يعني عندنا مصالح استراتيجية مع إثيوبيا. فبنفس القدر اللي نحن لينا مصالح استراتيجية مع إثيوبيا عندنا مصالح مع مصر. كل الأمر يوضع على طاولة المفاوضات وليس على مصر تريد أن تملي، وهذه هي الإشكالية. لا تريد أن تفاوض ولا تريد حتى في موضوع حلايب، لما ولا تريد السودان بالمقابل طلبت التفاوض، مصر طلبت التفاوض، ولا تريد السودان بالمقابل أن تلوح بورقة المياه هذه وورقة التقارب مع إثيوبيا كنوع من التهديد لمصر أيضا. ولماذا التهديد يمارس في السياسة الدولية إذا كان مصر محتلة لأراضي سودانية زي حلايب وشلاتين؟ ما يضير إذا كان السودان عمل من أجل مصلحته بأن يخلق لمصر ضغط بالتعاون مع إثيوبيا؟ يعني هذا هو ما حدث، هذا هو ما حدث. فليكن، أنا لا أرى مشكلة في هذا، أرى أن الأمر كله يجب أن مصر أن تبعد عن سياسة الإملاء وأن تتعامل مع السودانيين وهم إخوة لها على أساس المصالح المتبادلة وعلى أساس التاريخ الطويل المشترك. بس عندما نطرح قضية حلايب وشلاتين على وجه التحديد والتي صار لها سنوات وسنوات وسنوات مطروحة، هل إعادة الطرح الآن بهذه الحدة وبهذه الطريقة فقط من الجانب السوداني، أم المخاوف المصرية من وجود أطراف خارجية أيضا تتجه الخرطوم للتقارب معها مثل تركيا، مثل قطر مثلا، مثل جماعة الإخوان المسلمين التي استقبلت الخرطوم عدد من عناصرها وهي مصنفة إرهابية في مصر؟ هل القرار فقط من عقل الخرطوم إذا جاز أن نقول ذلك، أم هناك أطراف أخرى تحرك سياسة الخرطوم الخارجي؟ أنا هنا لا أقف يعني مدافعا عن سياسات الحكومة السودانية، وأنا لدي يعني كأكاديمي وباحث خلافات مع الحكومة السودانية، لكن هذا لا يعميني من أرى مصلحة القطر، المصلحة القومية للقطر السوداني. ولذلك مسألة حلايب مثلا هي احتلت سنة 95 وكانت نتيجة لمحاولة اغتيال حسن مبارك التي اتهمت فيها الحكومة السودانية. ولذلك أنا أعتقد أن مصر يجب أن لا تتصرف بهذه الصورة. العلاقة بين مصر والسودان يجب أن تبنى على استراتيجيات طويلة المدى وأن لا تخضع لتقارب السودان مع السعودية أو مع قطر أو هذه الأشياء. هذه أشياء عارضة. العلاقة السودانية المصرية يجب أن توضع في منظور استراتيجي طويل الأجل، ما هو؟ لا يتعرض للتهريج الوقتي. طيب يا سيد حمد، يعني كيف تقرأ العلاقة الأقرب أولا بعد كل هذا الضجيج والعلاقة الأبعد ما بين الجانبين؟ أنا أعتقد أنه العلاقة يعني الاضطراب في السياسات العربية أمر شائع. يعني الدول تقترب مع جزء وتنفصل مرة ثانية ويتراشقون مرة أخرى ويسيئون إلى بعض مرة أخرى ويرجعون ويقبلون حدود بعضهم البعض مرة ثالثة. هذا نشهده بصورة مستمرة.
ولذلك ليس هذا هو الذي تقام عليه العلاقات الدولية والعلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل. أنا أعتقد أن المؤسسة المصرية والمؤسسة السودانية على وجه يعني أيضا بنفس القدر محتاجين لأن يجلسوا ليناقشوا القضايا الجوهرية بوجهة يعني بمنطق علمي وموضوعي ومنصف بعيد عن التراشغات والغوغائية والتهريج الذي نراه في الإعلام. جزيل الشكر يا سيد نور. سيد نور حمد الأكاديمية والباحث السوداني من واشنطن، شكرا جزيلا لك. سريعا لأبا ذر من السودان، ربما الثواني المتبقية أعرف وجهة نظره، تفضل يا عزيزي. السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا وسهلا عليكم السلام. أول حاجة العلاقة الأزلية بين الشعبين مصر والسودان هي علاقة قديمة جدا ولا تشبه شائبة. فنحن بس تعرضنا الفترة الأخيرة من الإعلام المصري، ونحن كلنا نعرف الإعلام المصري عبارة عن يعني آلة إعلامية يعني بجد هي صعبة على كانت على السودان الفترة الأخيرة. في ثلاثة تجارب مرت على السودان، كانت المباراة بين الجزائر ومصر، مباراة فاصلة، السودان عرض تشويه سمعة من الجانب المصري، امتحانات الشارع السوداني العرض برضه للتسريب حالة غش، كان فيها برضه مشكلة أمن رومي بالنسبة لامتحانات الشارع السودانية. طيب أبا ذر أنا عذرا فقط لأن الوقت تقريبا انتهى، أدعوك أن تستمر وتنضم إلينا في الجزء التالي على راديو بي بي سي مع أنا محمد عبد الحميد.